مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية إلى حارة نسبيا، وبلغت العظمى في عمان 33 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة ورطبة، وبتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة. غدا بتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 32 وبتنخفض بالليل ل 20 درجة. يوم الاثنين بتكون الطقس حار نسبيا نهارا ومعتدل ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 33 وبالليل 17 درجة. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة وكتلة هوائية معتدلة تؤثر على المملكة، والأجواء معتدلة نهارا ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 29 وبالليل 16 درجة. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد. إربد الليلة 22 وغدا 33، عجلون 21 وغدا 32، المفرق وجرش الليلة 20 وغدا أجواء مشمسة 34، السلطة ليلة 22 وغدا 33، الزرقاء أجواء صافية 22 وغدا 35، مطار ملك علياء 19 وغدا 35، البحر الميت ليلة 28 وغدا أجواء حارة جدا 40 درجة، مادبا ليلة 21 وغدا 34، الكرك 20 وغدا 31، الطفيل 22 وغدا 29، جبال الشراه أجواء صافية 21 وغدا 29 أجواء مشمسة، البتراء ليلة 22 وغدا 31، معان 24 وغدا أجواء مشمسة 36، وادي رم 22 وغدا 38، العقبة ليلة 28 وغدا 40 درجة أجواء مشمسة. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. بيروت بنهار 31 وبالليل 27، دمشق 37 وبالليل 20، القدس بنهار 30 وبالليل 21، القاهرة 37 أجواء غالبا مشمسة بنهار وبالليل 23 درجة، بغداد 43 وبالليل 29، الكويت أجواء حارة جدا 47 وبالليل 31، المنامة 41 وبالليل 34، الدوحة بنهار 47 أجواء حارة جدا وبالليل 30 درجة، أبوظبي 38 وبالليل 33، مسقط 36 وبالليل 27، الرياض أجواء مشمسة 44 وبالليل 28، صنعاء 27 أجواء غالبا مشمسة وبالليل 16 درجة مئوية. وصلنا نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة لعلي. شكرا مريم.